بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أقام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مأدبة عشاء بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى تكريما لسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بمناسبة تخرج سموه من الكلية البحرية الملكية البريطانية وحصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة آمر الكلية. حضر مأدبة العشاء سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل سمو ولي العهد وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة تخرج نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان من الكلية البحرية الملكية البريطانية وحصول سموه على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة آمر الكلية، مشيرا سموه إلى أن هذا التفوق جاء نتاجا للرعاية الكريمة التي يلقاها سموه من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومن صاحب السمو الملكي ولي العهد، والتي أثمرت هذا الإنجاز العلمي والعسكري المميز، متمنيا لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بمواصلة النجاح والتفوق في حياته العملية لخدمة وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. كما وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بهذه المناسبة مشيدا بما حققه سموه من تفوق علمي وعسكري ساهم في تحقيقه لأعلى الدرجات العلمية، الأمر الذي يؤكد حجم الجهد الكبير الذي بذله سموه والانضباط والمثابرة العلمية وصولا إلى تحقيق هذه الدرجة الرفيعة من الكلية العريقة، مؤكدا سموه أن ما حققه سمو الشيخ عيسى بن سلمان من مرتبة رفيعة ستكون بإذن الله دافعا لسموه من أجل أن يكون في مصاف الشباب المخلصين العاملين لنهضة هذا الوطن وحماية مكتسباته ويشارك في نهضة الوطن العزيز وتقدمه وازدهاره، متمنيا سموه لسمو الشيخ عيسى بن سلمان التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية المقبلة. وعيال عمي والإخوان، الخليفة نصرة الحق والدين، الخليفة نصرة الحق والدين، اليوم فرحة قائد وشعب ووطن، اليوم فرحة قائد وشعب ووطن، عيد الوطن في عيوننا صار عيدين، نبارك العيسى على العز والشان ونهديه من الأبيات مثل البساتي، الفطيب متخرج وللطيب عنوان قبل يتخرج من صفوف الميادين. الله حسن سلامة.